توقيع على مجموعة من العقود بين شركة سوناتراك ومتعامل تاريخي وشريكنا التاريخي توتال إنرجيز لإمضاء مجموعة من العقود. الأول يتعلق بعقود الاستكشاف والإنتاج TFT 2 وTFT جنوب بغلاف استثمار يتعدى 700 مليون دولار من أجل إنتاج حوالي 54 مليون مليار متر مكعب من الغاز و13 مليون طن من غاز البترول المميع والمكثفات، حيث يبلغ الإنتاج سنة 2026 حوالي 100 ألف برميل مكافئ مقارنة بحوالي 60 ألف برميل مكافئ ننتجها الآن. أما العقد الثاني يتعلق بتمديد عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المميع لمدة زمنية، وهذا يدل على استمرار الطرفين في هذه العلاقة التجارية المربحة للطرفين. أما العقد الثالث فهو يخص اتفاقية تفاهم حول الطاقات الجديدة والمتجددة وكل ما يتعلق بالمناخ.